غادي نقول لك تلمسنا مدينه كبيره وكانت نموذجيه، ولكن ما كملاتش في التجهيز لان ناقصه بزاف ديال الامور، من اولها المواصلات لان بحجم تمسنا والناس كلهم كيشتغلوا في الرباط وفي الضواحي، لازم يسرعوا بهذا الموضوع ديال المواصلات الطوبيسات، بالاضافه لما كاينش نهائيا ملاعب القرب بالنسبه للشباب لانهم كنشوفهم كيلعبوا في الزناقيه، كيلعبوا في الادوار، كيلعبوا، ولينا خصهم ملاعب، خصهم فين ينفسوا على هذا. كاينه مؤسسه ديال دار الشباب ودار الثقافه، وللاسف ما استفدناش منهم. كاينين الشهادات ديال بعض الجمعيات ولكن ما كاينش شي مجهودات، لا بالنسبه ما كاينش شي تنسيق لا بالنسبه للجامعه مثلا ولا الناس المسؤولين. وكنطالبوا المسؤولين في هذه المناسبه انهم يهتموا بهذه المدينه لانها مدجيه، لا بالنسبه كمدينه جديده انها كتنفس على الرباط. ونتمنوا الاجتهادات، حنا خاصه كنترقبوا من الناس اللي ديال الجامعه اللي تم الانتخاب عليهم انهم يعطيونا واحد بدك شي بوعدونا به، لان بوعدونا بزاف ديال الامور هذه من جهه. من جهه ثانيه حتى الطرقان انهم خصهم يتعاودوا في التجهيز، لان كنشوفوا الحفاري، كنشوفوا بزاف ديال الامور اللي كتعيق المواصلات. من اهم المشاكل اللي كتعاني منها تمسنا هي الترونسبور، يعني عندنا المواطن في تمسنا تيعاني بزاف، ممكن يجلس ساعتين ثلاثه السوايع وكيتسنى. بالنسبه للطرقان يعني محفره، مدينه مهمشه، يعني لا بالنسبه للخدمه ما كاينش فين يخدم، يعني المرافق بصفه عامه، ملاعب ديال القرب بالنسبه للدراري ما كاينينش، بالنسبه للحي الصناعي كاين واحد وغير كافي وقليل، يعني الناس دابا 3 سنين ولا 4 سنين وهذا الحي الصناعي هو كاين هنايا، كاينين فيه شي 5 ولا 6 ديال هادو خدامين فيهم الناس قلال. مدينه تمسنا بخلاصه يعني واحد المدينه اللي كيجيو كينعسوا فيها الناس وتيمشيو يخدموا في الرباط وتيخدموا في تماره ولا في كازا، يعني ما عندكش يعني في العشيه خصك غير ديال تنعس وصافي. الاهميه اللي خاصين تمسنا انا بعدا من النظريه ديالي يعني ترونسبور، يعني داخل المدينه وخارج المدينه، والمرافق يعني المساحات الخضراء، يعني فين يلعبوا الدراري وفين يخرجوا الناس يلعبوا الوليدات ويدوروا شويه. ويعني الترونسبور هو اهم حاجه، الترونسبور يعني هو اهم حاجه، لان ملي كيكون عندنا الترونسبور يعني موجود يعني كل شيء كيسكن. يعني انا اللي كنشوف من النظريه ديالي يعني كاين اللي جرى ساكن يعني ما لقاش ترونسبور كما بغى، يعني من الضروريات باش غيتحول يسكن في شي بلاصه اخرى اللي موجود الترونسبور ديالها. يعني نطلبوا من الله ونطلبوا من المسؤولين يعني يوفروا هاد الوسائل ديال النقل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.